يحسبهم ما يتحسبوش وما هدروش عمره ما يعديش 12 خطك في الحق وما يقرعش تحت التقوى أكتر منه ولا مددوة يهبط منه لكارتون تقال أكتر من البلون ما يحبس تشوف وجاع ظهر ولاد بالوجاع سونزاري ضرب الفورسي لفو قبل لفو كرسية يوكل قاعد في الترطوار ولا في الصيف مع الغبارة لي كيفوهم قاعدين يلعبوه دار بيديه بعرقوه خطك باباه ما يخدمش لاباية متكملش مع الدريسيدي والكرا قش لبسه وزيد الماكلة تحمل لازم تسكتة السورتو لازمها تصبر لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه حل عينيك لا عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه حل عينيك عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك عينيه ما قدر يشوفه كيف حيلعب مع الولاد كيف حيلون بالالوان كاين ماما بالرطارة عندي كابي مونطالة اللوبي دار كل يوم في الدارة والضحك تاع الدري الصغار والكبيرة كي تلقى في الطريقة بريدة صحابو كيما يشوفهما هو تانا مشو كيفهما ولد بصحته لابس فيها ملكش بحده والديها داوها بعيد خلاوها نساوها او سقسي كل ماها لولا امه ولا باباها تمه تحمل لازم تسكتها السورتو لازمها تصبر لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه حل عينيك لا عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه حل عينيك عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي ان شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك المورال تاعي ريبة تخيدة بالدمعة تفيدة عد الفيقة الضمير خيرينا ومش هم مظلومينا يعرف بيان وش يمد عند ربي احنا يا كل قد قد لو بزاف كلي مثله بالكيمياء لو في الاخرة كلي مثله في الدنيا بصح ما عطاش حتى البال دار له امتحان ابتلاء وشكون اللي يقولوا لا كان اللي كولا كان اللي كالا ولي يدعي ربي بالوكالة ملف مالا قاسك البلا قاس الرسل والأنبياء شحال تضرب قبل الهجرة كانوا يردوا في كل حجرة وش عقب في العذاب نحاولوا لحموا بالكلابة لحكم سيدنا أيوبة ولحموا يأكل فيها الدودة غادوقة ماني نغنية أم خير منك أم خير مني لازم تصبر وتحمل وبربي إن شاء الله تحكمه حل عينيك لا عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي إن شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك لازم تصبر وتحمل وبربي إن شاء الله تحكمه حل عينيك عندك لا ترقد وتروح تحلم لازم تصبر وتحمل وبربي إن شاء الله تحكمه ادعي وهز يديك سير كلش راح يصلحلك